أصدقاء، حملوا كتاب تلوين الحروف العربية من موقع روزيلا، الرابط في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو، وهيا نلون معا. حرف الألف. ألف في كلمة أسد. ألف سين دال أسد.
ألف خاء طاء باء واو طاء. أخطبوط. تدرب على كتابة حرف الألف.
وهكذا نكتب حرف الألف، خط مستقيم وفوقه همزة. ألف، خط مستقيم وفوقه همزة. ألف. خط مستقيم وفوقه همزة. ألف. من موقع روزيلا، الرابط في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو، وانتظرونا نلون الأحرف القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات. باي.